في حاجات تتحس الله وما تتقلش وان جيت اطلبها. ميشو ايه يا بوس؟ اهدى وقول هديت. هديت عليك يا رجاله. ايه ده؟ الخليل كوميدي ده انا اسخن منه. بقول لك قلبت لك شويه نكت. اسمع بقى، بيقول لك مره واحد شاور لتاكسي قال له فاضي يا اسطى؟ قال له اه. قال له طب ما تيجي نقعد على القهوه شويه. سامي قوي يا بوي. ادي يا بوي ادي ادي تعال تعال بس. أمر هو الكشك ده بيفتح امتى؟ ايه ده؟ ده طلع فاتح. اوعى يا عايز اقعد. المكان ده بتاعي. يمكن قوم يا انا عايز اقعد. المكان ده بتاعه بس انا قاعد حاجزوله. انت مين؟ ميرفت امين. احكي لنا عن نفسك شوي. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا اسمي دنجل، دنجل بيومي، عيل بسيط شبه كل العيال اللي في حارتنا بس قليل الادب. بحب الشتيمه والضرب قوي. ايه ده؟ انت ما تعرفش انك بتكلم تاتا؟ اتنين في تلاته؟ ايه؟ بيتين. انت على فكره خلاص هتموت. اتفرج على النمره دي. بيعملوا ايه؟ كبير يا انت الكبير بس انا ما اتضربتش. حد اللي جنب حاجه. الله اكبر. مين يا دي اللي بيقول حد ليه شوق في حاجه؟ يا مين اللي بيقول حد ليه شوق في حاجه؟ انت اعمى اهو. مين يا دي اللي بيقول حد ليه شوق في حاجه؟ الظهر ده أنا موسوليني. أنا هنا كبير السجن وحاطط قوانين للسجن كلها، اللي مش هيمشي عليها ياخد فوق دماغه.
انت الكبير. نورت بيتك ومطرحك يا معلم دونجل. يا جماعه ده المعلم دونجل، تعالى ما اعرفكم عليه. اهلا اهلا معلم دونجل. محسوبك تاك علي وشحاته. انا اسف بس انا ما ضربت. انا ضربت يا تاتا خلاص. عبد الغني القماش تاجر مخدرات وقماش. كنافه وجلاش. سيجار؟ لا ما بحبش الكفته. انا ميشو، ميشو الملون. موزوليني استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه العب بليه لوحدي سنجل؟ اخوك ابراهيم كابه الشهير ببعزق في انتظار حكم الاعدام. وايه دي جرافته؟ لا ده انا بتدرب على الاعدام. طيب اتدرب كويس عشان تموت بسرعه. الف رحمه ونور. انا فلفل وتوم متي شغل طريق. ما انا اتعرفت عليك كنت قافل. كنت عايز اشتري ميه بس الراجل ما كانش موجود في الكشك. عنكبوت 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 بتاع ايه ده؟ عنكبوت عنكبوت. انا مادو هاكر. نعم مادو هاكر. خطوه بكر صابر وراضي مونولوجيست شهير. بالمناسبة دي أحب أسمعك آخر نكتة. مرة واحد زرع وردة طلعت له أم كلثوم. سامي قوي. إيه؟ إيه والنب؟ أنت ابن أخت حمادة سلطان؟ لا بس أنت بتحب نكته يعني؟ لا. أمال بتحب إيه؟ تتتارارات. دي بسيطة دي. مرة واحد بيقول يلا من هنا. يا اهلا يا اهلا، نورت بيتك ومطرحك يا معلم دونجل. ده انت اكتر واحد اتمسك في السجن ده. اعمل ايه بس يا معلم موزوليني؟ ما انا مش عارف هو سوء حظ ولا انا معمول لي عمل ولا معمول لي عمل ولا وممكن يكون معمول لك عمل. مش عارف معمول لي عمل وممكن يكون معمول لك عمل. ما انا مش عارف معمول لي عمل ولا وممكن يكون معمول لك عمل. ممكن ما انا بقول لك ايه يا معلم دونجل، انت ما فكرتش تهرب قبل كده؟ مش فاهم. انت ما فكرتش تهرب قبل كده؟ مش فاهم. انت ما فكرتش تهرب قبل كده؟ يا لهوي ياما اهرب، ده كان المأمور يبهدلني. يا اخي اسكت بقى، انت هتفضحنا ولا ايه؟ ركز معايا. ايه مش عايز تبقى حر؟ مش فاهم. انت مش عايز تبقى حر؟ يا لهوي ياما ابقى حر، ده كانت امي تبهدلني. انا مش فاهم انت طالع مجرم ازاي وانت جبان كده. طلعت مجرم لمين يا ابني؟ انا دونجل. مين معايا؟ مين معايا؟ هند وآية. يا أخي بقى، يا أخي بقى اتقل الله فينا شوية يا أخي. بقول لك إيه؟ تعال أخدك أقول لك الخطة. ده خدني؟ إيه موزوليني؟ يعني إيه تاخدني؟ إيه موزوليني؟ يعني إيه تاخدني؟ إيه يا عم؟ إيه موزوليني؟ يعني إيه تاخدني؟ ايه يا موسوليني؟ ده مقطع من غنوة ايه يا موسوليني، يعني ايه تاخدني؟ تمام يا ريس، يعني عايز اخدك اقول لك الخطة بقى. بقول لك ايه؟ انا عايز اخدك اقول لك الخطة. خدني يا موسوليني. اتفضل. هيا بينا نلعب. اتفضل يا باشا. ميشو! ياخدوني معاهم بقى. يوه! انا زهقت بقى! كفاية برجحة! مش عايز العب! في ايه يا بوش؟ حرام عليكم بقى، مش ممكن كده. ايه ده؟ مش كفايه ان هم فاصلين الرجاله عن الستات في السجن؟ انا دافع دم قلبي عشان اجي هنا وفي الاخر ما انبسطش. ما انبسطش ليه؟
بقول لكم ايه؟ اللي هيمسكني هديله 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ جنيه ينتح جنيه. جنيه ينتح جنيه، يلا بينا. وانت ما رحتش وقفت معاهم ليه؟ انا ما بيعش نفسي عشان الفلوس يا عبد الغني. ولو زودت لك الفلوس دي احدث لابتوب في السوق. التقليد ده ان شاء الله الموهبه اللي هاخد بيها الجايزه. اوكي. هقلد لك شخصيه معروفه وانت تقول ده مين. تمام. يعني برضه طبختي جنب الرز ملوخيه؟ مع ان انت عارفه ان انا بحب جنب الرز تورلي ملوخيه. لا. ها مين يا عبد الغني؟ مش عارف. ده ابويا، واقسم بالله جاب تفاصيله بالظبط يعني. وانا اعرف ابوك منين؟ اقسم بالله في شارع لما اشهر من ابويا. ميشو هاند فري. لا استنى، انا بجيب امي وهي بتطبخ 100 100 والله العظيم. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقف هنا وهويني. انا بقى الله جتكونيله. يلا نقف صف واحد. تيتا اقف مكانك يا تيتا. بس يا عمي اقف بقى مكانك. انا هاخد مكاني بقى. يلا ممكن ندم على بعض. ايه ده؟ ميشو ايه بس؟ ما انا عايز اخد دوري. الله اهدى وقول هديه. هديه؟ انا عايز اشوف باليه زي اللي في الاوبرا بالظبط. يا فندم هو هيرقص باليه واحنا هنعمل لك الاوبرا بالظبط. اوكي. بام 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 ايا بام 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 ايا ويا بابا من حبكم لنا بابا بام بام ويا بابا والله كنا بنحبك كلنا.